ناشط مدني من ذي قار يطالب الحكومة بحصته التموينية كونه أي المواطن لم يستلم حقوقه الكاملة بالنسبة إلى المواد الغذائية، ويوجه كلامه للشعب العراقي ويصف الشعب للأسف بأنه من يصنع الطغاة. طبعا اليوم معاناة كثيرة وصلت لنا من خلال الاتصالات، من خلال يعني الأدلة اللي موجودة، عدم توفير البنية التحتية، عدم توفير المياه في بعض المناطق المختلفة، أضافة إلى ذلك أنه بعض أصحاب المواد الغذائية أو الوكلاء لم تصل لهم حصة المواطن العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم في ساحة أحد الوكلاء، طبعا هاي المنطقة كلها وكلاء مالطين وكمية في شارع 20. طبعا احنا بهالوقت لينا من الشعب مو من الحكومة، يعني الشعب راضي، الشعب خاضع، الشعب ساكت، وهو السبب هذا اللي خلى الحكومة تتمرد علينا. طبعا احنا نحكي دائما تدون بي تقول هسه هذا انا ليش ما اسكت يا اخوان؟ اسكت من ضيم العالم، انا على الشارع هنا والعالم كاتبه ضيم وفقر وجوع ومرض. احنا اليوم الموضوع مالنا على الكمية، باوع هاي الكمية مال هذا الشهر، هاي اللي جاية، هاي الوكيل طبعا هذا يقول انا ما راح اقصها، لان هاي الكمية بها ريحة ما اقصها. شنو السبب؟ بها ريحة استاذ حامد. نعم. تم الفاسد. طيب. هاي المرة قاصين تم الفاسد وكلها سبب الشعب. احكي على الحكومة وانتم السبب. شبيكم يا شعب؟ شبيكم نايمين؟ شبيكم؟ ولكم منين تخافون؟ اكو خوف؟ انت داعي بحقك؟ هم يطونك. احكي بصوتك وهم يطونك. انا ما اقول لك اطلع وياي مظاهرات وما اقول لك تعال اعتصم. حق مشروع لك، كمية ما لحد الان ما جاية. يعني صار 9 أشهر زيت ما حد منطي. ما حد منطق زيت، باشر الشهر الجاي يجي رمضان راح يعطونك الزيت، وراح يعطونك شكر وكل حلاوه، سوى حلاوه كل عمي. كافي كافي يا شيعه، كافي يا سنه، كافي يا اهل العراق، كافي يا اهل الناصريه، كافي يا الضيم، كافي يا احنا شريد معكم. انا محروق قلبي بعد، انا ما احمد بالشعب ولا اريد الشعب.